في حدث فني مختلف وفي مكان فريد وبيتزامن ايضا مع يوم المرأة العالمي. هذا الحدث استضافه معبد حتشبسوت في الاقصر، وهو معرض الملكة واللي بيتم تنظيمه في اطار فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون في نسخته الثالثة، واللي بيقام في الأقصر والغردقة من الفترة من الخامس وحتى 12 من شهر مارس الجاري. صحيح يا مصطفى، هذا الحدث الحقيقة بيشارك فيه 30 فنانة من 14 دولة، ودي أول مرة بيتم فيها تنظيم المعرض من أمام معبد حتشبسوت. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المنتدى ومعرض حتشبسوت من محمد حميد، رئيس منتدى المرأة العالمي للفنون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بكم فندم. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه لو تكلمنا عن هذا المنتدى، منتدى المراه في نسخته الثالثه واماكن كمان اقامتها. المنتدى المراه العالمي اللي هو للفنون هو النسخه الثالثه، تم تنظيم نسختين قبل كده في الغردقه، وهي فكره خاصه بالفنون والثقافه. مصر يعني تفردت بها انها تنظم حدث تشكيلي للمراه بس. والحمد لله شارك فيه اكثر من لغايه دلوقتي اكثر من 120 فنانه على في خلال الدورتين اللي فاتوا. والسنه دي قلنا ننوع الموضوع ونقوي الحدث، فروحنا نعمل اتجهنا طبعا لوزاره السياحه وطلبنا رعايتهم للحدث واقتنعوا بالفكره، وهيئه ترشيد السياحه والمكتب العام للاثار سمحوا لنا ان احنا نعمل المعرض الملكه داخل معبد حتشبسوت، وده كان حاجه جميله جدا اثرت في نفوذ الفنانات وعملت تسويق قوي جدا للمعبد عن طريق صفحاته. انا يهمني التسويق الخارجي، هل اهتمت وسائل الاعلام بره مصر، وسائل الاعلام العالميه؟ لان طبعا يعني معبد حتشبسوت مكان عالمي، مكان اثري. بالتاكيد اقامه المعرض داخل معبد حتشبسوت يختلف عن اقامته في اي جاليري او في اي صالون ثقافي ثاني. يعني انا مؤمن بفكره انه نخرج بالفن من القاعات المغلقه. تمام. مين بيروح القاعات المغلقه غير الفنانين نفسهم؟ يعني حتى الفنان لما يجي يعمل معرض يبقى هو واصحابه. صحيح. لا، احنا نخرج بالارت خارج القاعات المغلقه. لجمهور الارت ده، لجمهور الفن، ولا بيروح معبد حتشبسوت مش بيدور برضه على الفن، يعني بيتذوق بقى. احنا فوجئنا كمان ان كان ما كانش بيصوروا المعبد قد ما بيصوروا اللوحات. جميل. لان الجمهور اللي بيروح المعبد حتشبسوت ده جمهور مثقف من دول العالم كلها للسياحه الكلاسيك، فكان عجبتهم قوي الفكره وقعدوا. وبعدين هو الحلو كمان ان وجود الفنانات الاجانب من 14 دولة، فكان الفنانين كان الزوار المعبد وهم داخلين معبد حتشبسوت شايفين أجانب وموجودين جنب لوحاتهم، فده كان حاجة كويسة ورسالة كويسة جدا. يعني أنا حتى عايز أقول لك كانوا بيصوروا اللوحات وصوروا الفنانين واقفين جنب شغلهم وبيتكلموا معاهم وبيسألوا ده إيه؟ فاهم إزاي؟ فكان تسويق كويس جدا. طيب أستاذ محمد، انطلاقا من النقطة دي، فكرة وجود فنانات من 14 دولة، الحقيقة أنه يعني مش بس خرجتوا من القاعات المغلقة واتجهتوا لمعبد حتشبسوت، لكن كمان كان في أنه الفنانات كانوا بيرسموا في الشارع. كلمني عن تفاعل الفنانات مع الناس في الشارع كان إيه؟ وصاد معبد الأقصر على الكورنيش طبعا بتصريح من سيادة المحافظ، واتعملت ورشة لمدة ساعتين على الكورنيش اثناء السانسيت، وكانت يعني برضك ليها اثر كبير جدا في التنميه، يعني تخلي الشارع اللي هو زائر الشارع او الناس اللي ماشيه في الشارع تشوف ارت وتشوف ورشه فنيه، ودي حاجه كويسه. وطبعا من يعني الخلفيه معبد الاقصر ده حاجه عظيمه طبعا، والصور دي يعني الناس الفنانات نشروها على صفحاتهم، وطبعا كل فنانه ليها متابعين، فحاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان احنا قسمنا الحدث ما بين جمعنا ما بين السياحه الكلاسيك والسياحه التشكيليه والسياحه الشاطئيه. احنا خدناها، هم دلوقتي وصلوا الغردقه ان شاء الله يقعدوا 3 ايام، هيروحوا جزيره بارادايس، الجيفتون، شاطئ بارادايس، هيقعدوا بكره يوم كامل هيرسموا جوه الجزيره على السيرف بورد القديم، وهيحولوه الى قطع تشكيليه ويستمتعوا برضك بجو الغردقه الجميل. استفادوا ازاي من الحضاره المصريه القديمه في هذه الرسومات؟ يعني اكيد تدخلت عناصرنا الفنيه مع رسوماتهم.
انا حددت لهم العيله اللونيه، يعني قلت لهم احنا مش بنستخدم الوان الا الوان معينه هي الوان المعبد، الالوان الاثار المصريه البيجات والرماديات الفاتحه والبنيات. فانا جبت لهم حتى ما رضيتش اجيب الوان ثانيه، فجبت الالوان دي بس العيله دي واستخدموها وتاثروا بزيارات المعابد، فظهرت طبعا على لوحاتهم. انا مش شايف طبعا الشاشه اللي بتطلع عندكم، بس ممكن هتلاقي راسمين نفرتيتي، في فنانه من اوكرانيا رسمت نفرتيتي مع بشكل ليها فلسفه، عملت جزء في نفرتيتي وبعدين طلعت باسم المراه منه. في كتير قوي رسموا الموتيفات الفرعونيه في صوره تشكيليه برؤيه تشكيليه قويه. الحلو كمان ان احنا 14 جنسيه جامعه اوكرانيا وروسيا وبلاد ثانيه، فده حلو حاجه. يعني بص الفنانين بيقدموا رساله للعالم كله ان احنا ممكن نعيش مع بعض بدون اي مشاكل. طيب يا فندم، ايه الخطوه الجايه للمنتدى؟ هل احنا محتاجين سياسه تسويقيه او ترويجيه اكبر خارج مصر؟ ايه الخطوه الجايه والخطه المستقبليه للمعرض او المنتدى؟ انا راسم للمهرجان ده السنه الجايه ان شاء الله، طبعا بدعم الدوله، ويعني بشكر هيئه وزاره السياحه والاثار وهيئه تنفيذ السياحه عمرو بير قاضي ومصطفى بير وزيري، لانه وافق لي ان هو اعمل المعرض هو حتشبسوكي. دي كانت خطوه جريئه، يعني ان احنا نعمل الحدث ده المره الجايه يقعدوا يشتغلوا جوه المعبد لمده 3 ايام، يعني كل يوم يروحوا يرسموا. ده هي وخصوصا المعابد الاكبر بقى اللي هي الكرنك او الاقصر، بالاضافه ان احنا بنجهز لحدث كبير ان شاء الله يتم في الهرم برضه خاص بالفنون التشكيليه ان شاء الله في سبتمبر الجاي. صحيح. احنا بص يا فندم، هو الموضوع ان الفنون التشكيليه هي بالظبط كده اكبر دعايه لاي بلد، لان القوى الناعمه دي مهمه جدا وهي قوه مصر الرئيسيه. لا هو فعلا يا استاذ محمد، العين دايما بتتذوق، وفكره ان انت يعني تجيب فنانات ليهم متابعين كتير على السوشيال ميديا، يعني جمهور في العالم الغربي او بره مصر، ويقدروا يجوا يرسموا وتعمل ده اعتقد الفكره بره الصندوق محتاجه دعم كبير، مش بس على قصه انك تبقى منتدى المراه العالمي للفنون، لا محتاج ان انت تطورها وتكبرها. بحييك وبشكرك، وبتمنى ان احنا نشوف افكار دايما جميله وبره الصندوق كده. شكرا لك استاذ محمد حميد، رئيس منتدى المراه العالمي للفنون.